بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أمين. رب العالمين، نعزي الأمة الإسلامية وعلى رأسها مراجع دين عظام والمؤمنين والمؤمنات، وبهذه الفاجعة الأليمة، فاجعة تهديم قبور أئمة البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام. والمعزى الأول الحقيقة بهذه المناسبة الأليمة والفاجعة هو إمامنا صاحب العصر والزمان محمد المهدي بن الحسن العسكري. كما تعلمون أن قبور أئمة البقيع تعرضت للهدم لمرتين، المرة الأولى عام 1220 هجرية، والمرة الثانية عام 1344 من الهجرة المباركة. وحقيقة قضية قبور الأئمة تشكل، يعني قبور الأئمة وزيارتهم تشكل عقيدة أساسية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الحلقة السابقة بينا ما هو الدليل الشرعي من القرآن في زيارة قبر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وزيارة قبر فاطمة الزهراء على الروايات المختلفة. طبعا بينا ما هو الوجه الشرعي في ذلك، وبنص الآيات الشريفة في سورة النساء وسورة التوبة. وطبعا هنا نتحدث اليوم في هذه الحلقة فيما يتعلق بتقديس القبور. طبعا نقول تقديس أي وضعها في مكان مناسب من جهة الاحترام ومن جهة العناية. نتناول آية شريفة لينطلق منها لما يسند الحديث الذي نتحدث به الآن. طبعا الآية الشريفة في سورة النور، الآية الشريفة في سورة النور، ورقم الآية 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طبعا الآية الشريفة في سورة النور كما أسألت قبل قليل، آية رقم 36، هنا الشاهد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. لما نزلت هذه الآية الشريفة قام رجل، لما نزلت يعني عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، قام رجل وقال يا رسول الله أي بيوت هي؟ فأجابه النبي هي بيوت الأنبياء والأولياء. قام الأول وأشار إلى بيت علي وفاطمة وقال هذا البيت منها؟ لاحظوا جواب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، الأول لما قام وأشار إلى بيت علي وفاطمة عليهما أفضل الصلاة أفضل التحية والسلام، وقال لرسول الله هذا البيت منها، ماذا كان جواب النبي؟ قال له بل من أفاضلها، بل من أفاضلها. الشاهد في هذه الآية الشريفة جوازية بناء القبور، قبور الأنبياء والأئمة والأولياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، بدليل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الرفع يأتي بعد وضع الأساس، لاحظوا يا أخوة الدقة بالعبارة وكيف فسر علماء الأجلاء هذه الآية الشريفة فيما يتعلق بجوازية بناء قبور الأئمة، بناء قبور الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. في بيوت أذن الله أن ترفع، ما معنى الرفع؟ أي تقدس، أي توضع في المكان المناسب من العناية والاحترام. في بيوت أذن الله أن ترفع، الرفع يأتي بعد وضع الأساس، لاحظوا أخواني الدقة، الرفع يأتي بعد وضع الأساس. هذا نستدل من خلال هذه الآية الشريفة لمن ربما يسأل أو لعله لديه غموض في هذا المجال، نقول له
هذا الدليل بجوازية بناء قبور الأنبياء والأئمة والأولياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، بدليل هذا الدليل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال إلى بقية الآيات الشريفة. إذن لا إشكال في قضية بناء قبور الأنبياء، قبر نبينا الأكرم محمد ما بني ولا الآن، ولكن لا إشكال في بناء قبور أئمة البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا أئمة البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام الأربعة: إمامنا الحسن بن علي المجتبى عليه السلام، وإمامنا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وإمامنا محمد بن علي الباقر عليه السلام، وإمامنا جعفر الصادق عليه السلام الكان في البقيع في المدينة المنورة. أقول لا إشكال في بناء قبور الأنبياء والأولياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا إن شاء الله نحن نسترسل، وهذا بين الدليل القرآني لعله سبق بين أنه شرعية زيارة قبور الأنبياء والأئمة، والآن نبين شرعية وجوازية إعطاء العناية اللازمة واللائقة بهذه القبور الأولياء والأئمة والأنبياء الذين هم خير البشرية. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم حفظوا الأمة من الانحراف بعقائدها وبشريعتها التي نص عليه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك الذين يؤدون حق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وحق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويرزقنا إن شاء الله زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، إنه نعم المولى ونعم المجيب. والحمد لله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وآل محمد.